حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث اللتيمي عن أبي الهيثم بن نصري بن دهر الأسلمي عن أبيه قال أتى ماعز بن خالد بن مالك رجل منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستودع لنفسه بالزنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه فخرجنا إلى حرة بني نيار فرجمناه فلما وجد مس الحجارة جزع جزعا شديدا فلما فرغنا منه ورجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا له جزاعه فقال هل لا تركتموه؟ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث اللتيمي عن أبي الهيثم بن نصري بن دهر الأسلامي أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مسيره إلى خيبر لعمير بن الأكوع وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع وكان اسم الأكوع سنانا انزل يا ابن الأكوع فاحدوا لنا من هنياتك قال فنازل يرتجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا.